أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. دعونا نذهب إلى مقر الإخوان المسلمين في المقطم، حيث مراسلنا زميلي أحمد أشرف، نفهم هو إيه اللي بيحصل هناك، إيه الاستعدادات اللي بتتم لاستقبال الغد. مساء الخير يا أحمد، إزيك؟ مساء الخير أستاذ خيري. توافد عدد من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم منذ الساعة 6 تقريبا. تم ذلك عن طريق أتوبيسات وميكروباصات كانت تتواجد بالشوارع المحيطة بالمكان بالمقر الجماعة. منذ نصف ساعة تقريبا بدأ عدد من المتظاهرين في الانصراف عن المكان. الأتوبيسات دي كانت محافظات ولا أتوبيسات محلية؟ يعني معظم الأتوبيسات كانت محلية، ويعني كان يظهر عليها أنها يعني تابعة لمحافظة القاهرة تقريبا. نعم. بدأ عدد من كبار السن في الانصراف عن المكان منذ قليل، وتواجد أو المتواجدين حاليا في المكان هم شباب الجماعة. أعلنوا ذلك على المنصة عبر مكبرات الصوت المتواجدة أمام مقر الجماعة. نعم. معك أستاذ خيري. سامعك. أعلنوا إيه من على المنصة؟ أعلنوا طلبوا كبار السن بالانصراف من المكان وبقاء شباب الجماعة لتأمين مقر الجماعة. أحمد، الموجودين ينتموا إلى الإخوان المسلمين فقط أم أن هناك من ينتمي إلى تيارات إسلامية؟ البناء والتنمية أعلن أنهم هيروحوا، بعض التيارات السلفية قالت أنها هتشارك في حماية مقر الإخوان المسلمين ونصرة إخوانهم، هل قدرت ترصد أي ملمح من هذا؟ أستاذ خيري، لم يتسنى لنا تأكد من إن كان هناك تيارات إسلامية أخرى تشارك في المظاهرة أمام مقر الإخوان، لكن كان لم يكن هناك ملتقاط او اي شيء يدل على وجود تيارات اخرى. نعم. طيب يا احمد، هنرجع لك تاني لو في اي شيء. خلينا نعرف من الاستاذ احمد عارف المتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور يا استاذ خيري، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك استاذ احمد. بماذا يمكن تفهم وجود شباب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وإلى بعض التيارات الإسلامية أمام مقر الإخوان المسلمين في المقطم الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إحنا يعني أصبح توضيح الأمور الواضحة بيحتاج لجهد وبعض العناء، لكن لابد أيضا من التوضيح. إحنا بنقول إن جهاز الشرطة الأعباء الملقاة عليه كبيرة جدا، مهامه في تأمين الوطن كله كبير، ومحتاج ان المجتمع كله يعززه في هذا الدور، وانه يعمل المعادلة الصعبة حفظ الامن وحفظ الكرامة للانسان. فبالتالي هو في اطار الدستور المسؤولية متعينة على جهاز الشرطة، لكن احنا بنقول ايضا ان احنا متواجدين في مقراتنا، مبتعدين تماما عن اي منطقة احتكاك او استفزاز، والحمد لله ان صبر الاخوان يعني دائما ما لا ينضب ولا ينفد، وبالتالي مستمرين في الحفاظ على هذه المقرات، ونتمنى ان احنا ننتهي تماما من هذه الصفحات اللي للاسف بتكون دائما بتحمل في طياتها العنف. احنا شفنا احداث الاتحاديه انتقلت منها بعد كده التحرير والمنطقه الشماليه في الاسكندريه، انتقلت لبعض الاقاليم بعض المحافظات، والحمد لله العنف عمال بينحسر. فوجئنا بقى بإشعال محاولة إشعال بؤرة عنف جديدة، نتمنى إن شاء الله أنها تخمد تماما. بس حتى في الاتحادية يا أستاذ أحمد إذا سمحت لي، يعني عشان بس نعم. ما يبقاش الكلام في اتجاه واحد، فالاتحادية ما كان هناك عنف من الإخوان المسلمين أيضا، وعندما ظهروا في أمام الاتحادية ظهر العنف، ما كانش فيه قبلها عنف، ربما في تصرفات مرفوضة لكن كان فيه عنف أمام الاتحادية من الإخوان المسلمين أيضا. هو عموما هذا الملف إحنا لو تلاحظ حضرتك إحنا محجلين في الكلام عنه، ليس عن ضعف، ولكن إحنا نعلم متى جيدا إن شاء الله نتكلم عن هذا الملف وهنوضح كل الحقائق، لأن طبعا مجرد ما بيطرح هذا الملف وكله بالفيديو وكله متصور وتحقيقاتكم للناس، فطبعا إحنا بنسمع هذا، بس ما حدش يستهين بالاخوان. حقيقي الاخوان اذكى بكثير من ان هم يضحوا بتاريخهم وبيحافظوا على اخلاقياتهم، لكن هذا الملف هيطرح في الوقت الذي نريد ان احنا نطرحه فيه بشكل يوضح الحقائق، لكن احنا حقيقي ايضا متحفظين مستنيين لغايه ما التحقيقات النيابه تاخذ مجراها، لكن الشهداء الذين سقطوا ودمائهم
لن تذهب هدرا. يعني عندكم حاجه ما قدمتوهاش للنيابه يا استاذ احمد؟ نعم. يعني عندكم معلومات وحاجات تكشف حقائق ما قدمتوهاش للنيابه؟ لا لا لا، كله قدم للنيابه. انا بتكلم بقى على عرض الملف عندما يتكلم الاخوان، ان شاء الله ينصت الاخرون وهيعلموا حقيقه هذا الملف بكل وضوح ان شاء الله. استاذ احمد، الوجود الان امام المقر، اذا كنا نعم. بنتكلم عن دوله قانون ودور نعم. الداخليه هي فض الاشتباك وحمايه نعم. مؤسسات الدوله والمؤسسات الخاصه ايضا. نعم. هذا الوجود الا ينذر بخطر ما لو افترضت ان في ناس جايه تتظاهر، وهذا حق قانوني ومشروع ان اجي اتظاهر تظاهر سلمي امام اي مكان بما فيه مقر الجماعه؟ والله انا اتصور لو العبارات لها نفس الواقع، يشهد لها الواقع، هشد على يديك واقول بالفعل احنا عندنا جهاز شرطه يقوم بمهامه كاملا ولا يتعرض لضغوط من هنا وهناك. انا اتكلم في ضغوط الواقع، يعني ضغوط الشارع انه يتعرض للاستقطاب، وبالتالي احنا نرفض تسييسه ولا توجيهه تماما. ايضا بنتكلم عن تظاهرات سلميه، لا طبعا الحقيقة مخالفة تماما للواقع، وأصبح حتى حي مجرد التعليق على المشهد بيفسده. يعني هو المشهد أصبح مقروء عندما تدعو بعض القوى إلى التظاهرات، معلومة أنها مصحوبة دائما بالعنف، فالمشهد حي مجرد. وأنت عارف يا أستاذ خيري، ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بإن البعض اللي بيغرق وعالم تماما أنه لازم يمتنع عن الظهور في المشهد، لأن بقت سمعته مرتبطة بأحداث العنف، خاصة الجمع المتتالية، جمعة ورا جمعة، وفي كل جمعة بيسقط ضحايا. أصبح الآن لما وجد أنه يغرق بيحاول يعلق في الإخوان، يعني لنغرق سويا، بحيث أن الكل سواء فعل أو رد فعل. أنت ليه محسسني أن الإخوان دول قطاع أو جماعة كده ملهاش دعوة بالشعب أو بفئات من الشعب، فاللي بيغرق بيغرق فعايز ياخد الإخوان كأنهم يعني أنت اللي بتحطهم في إطار فردي؟ نعم، وعشان كده بنقول ان الدم المصري اللي بيسري فينا جميعا يخلينا بقى الاصول ان يكون عندنا قاموس ومصطلحات تانية خالص، قاموس التنمية، قاموس ازاي ندور نطلع ببلدنا لقدام. هذا القاموس للاسف طبعا اريد ان يكون سيء السمع، ويراد عمدا ان يعني اول ما تطرحه يبقى ماده يعني خصبه كده للسخريه، وكاننا نتكلم عن امور تريد بها انت تخدير الشارع السياسي. لا، نحن لا نخدر الشارع السياسي، لكن الناس ملت التظاهر والتظاهر ثم التظاهر والتظاهر والاستمرار في هذا البرنامج اللي لا يقدم شيء الا سوى الاعتراض الدائم. فبالتالي احنا بنقول حق التظاهر نعم مكفول، لكن لما اجد ان انا في خطوتي دائما بيصحبها عنف، الاصول ان انا ارشد الخطوه دي، وده مش عيب، اي حق ديمقراطي يتم ترشيده بحيث الناس تاخد مني تقول لا والله هؤلاء الناس متعقلين. وانا بعتبر ان من الذكاء السياسي يا استاذ خيري ان بكره يعدي اليوم سلمي. يعني لو عدى اليوم ما هو ده اللي ده سؤالي الاخير لحضرتك. نعم. اقصى شيء ممكن يحصل بكره من مجموعات جايه تنتقد او تتظاهر او تهتف او تتجاوز في الكلام امام مقر الجماعه، وهجنح اكثر من ذلك وهقول لك اعتدوا على المبنى الفاضي، ايهما افضل في وجهة نظرك؟ ان مبنى يدار او يساء اليه وهذا مرفوض بالمناسبة، ولا يراق دم بين مصريين وجود هذه الاعداد مع وجود اعداد جاية الله اعلم بنواياها، هي اعلنت انها جاية تتظاهر سلميا، فاذا افترضت انها ستصل الى اقصى من هذا، الا ترى ان دم مسلم واحد من نعم. إخوان ولا غير إخوان نعم. عند نعم. الله، يعني هدم نعم. الكعبة أهون عند الله منه نعم. نعم. فنبقى وأدنى. والله أنا أشد على يدي وأقول الطرح اللي حضرتك بتقوله ده طرح رائع، وأنا كنت لسه بكمل العبارة بقول من الذكاء السياسي إن بكرة الدعوة لهذه الأمور، طبعا هو الأولى أن يوجه هذا السؤال للي دعوا هذه الأمور، لأن هم يعلموا جيدا كيف أن الكرة اللي هم بيدحرجوها بترتطم في الآخر وبتعمل دمار وبتعمل عنف، ونسأل الله أننا نقدر البلاء قبل وقوعه، وأن ربنا يحفظ جميع المصريين من الفتن كلها. لكن اللي أنا عايز بس أقوله أن إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم عن حق التظاهر، وأنا أعلم من السوابق التاريخية في كل الجمعة اللي فاتت أن في كل مرة كان بيدعى إليها في التظاهر، سواء بيتم تصوير أن المولوتوف سلمي وأن الحجارة دي حجارة محبة، يعني بيتم إلقاءها كده من باب المحبة، بس اللي شفناه المرة الأخيرة كان اعتداء عنيف شفناه
من بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وده مصور ومسجل واعتداء على صحفيين عزل معهم كاميرا. نعم، هو نفس المشاهد التي كانت تقار في أحداث الاتحادية الأولى، كله مصور وكله موثق، وكأن أشخاص بيحتكروا الحقيقة دائما. يعني أنا لما واحد يجي يضرب واحد برجله يركله بقدمه وبعد كده يرجع خطوات مباشرة عشان يصور ردة الفعل، حضرتك تسمي ده إيه؟ طب يعني انتوا ما عندكوش كاميرات يا أستاذ أحمد بتصوروا؟ نعم. أنا شايف المبنى وعليه ناس واقفة في شبابيك وفي بيبان وعلى السطوح وكله، ما عندكوش إمكانيات عشان تردوا على اللي بيقدموا الفيديوهات دي؟ والله طبعا بنتعلم، لكن حقيقة أمام هذه المعارك غير الأخلاقية للأسف بتجف فينا جوان، يعني إحنا لا نحسن هذه المعارك غير الأخلاقية. أنت بتعتبرها يعني طالما في دليل إدانة بتعتبره غير أخلاقي؟ أنت اللي ما قدرتش تقدم دليل عكسي يا أستاذ أحمد. نعم؟ أنت اللي ما قدرتش تقدم دليل عكسي على ما يقدم. احنا قدمنا وبالفعل تقدمنا، لكن احنا بمعنى ان احنا ليس لدينا يعني ما عندناش نفس المنابر اللي نقدر نوصل بيها ده ليل نهار، لكن اللي انا اقدر اقوله ان انا قدمت ده وقدمت لنقيب الصحفيين وقع غريبه حتى على المهنه تماما، ان احد الصحفيين يضرب برجله الناس وبعدين يرجع خطوات لورا عشان يلحق ياخد صوره رده الفعل فيبان المشهد ان انا اللي بعتدي، حقيقة يعني سلوك مشين ومهين. يعني هو ده المشهد بس، لكن المشهد اللي كانوا بيجروا بعصيان قد كده وبيضربوا الست بالقلم في الشارع يطوعها مترين، ده ما كانش مشهد مستفز وغير اخلاقي بتقارنه بصحفي عمل برجله؟ انا مع حضرتك، وده بيذكرني لما الامريكان كانوا بيقتلوا 20,000 مسلم وبعدين يجيبوا صورة واحد افغاني يعني بيقوم بالرد على واحد امريكاني فيتم تصوير المشهد ويتعمل فيلم كامل. خليت المصريين قصاد بعض امريكاني وافغان؟ لا، ما انا بوريك بس حضرتك صناعه الميديا كيف يمكن ان تصل للجمهور ان يخلي في الاخر يتعاطف. الميديا جايبه مشاهد اهي من عندكم من قدام المقر، تدريبات رياضيه وناس بتهتف الله اكبر، دي رساله ردع، رساله تخويف، رساله ايه بالظبط؟ ايه اللي انا عايز اقوله؟ بص يا استاذ خيري، بص هقول لحضرتك حاجه. والله يعني سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، لكن هي القضيه احنا اصحاب رساله تهدئه لا نفع لاحد، لم نذهب الى مقر مثلا حزب الدستور ونرسم عليه عبارات مسيئه، لم نذهب الى التيار الشعبي ونضع السباب والشتائم، لم نضع على جدران بيوت الرموز يعني، فبالتالي احنا يعني امام مشهد حي مألوف تماما، واللي عايز يقرأه بشكل عدل بيستطيع بعين الانصاف ان يقرأه ان هؤلاء الناس دايما اللي بيعتدى عليهم وبيحاول جر الشكل معهم وبيحاول دائما دفعهم للاستفزاز، وليس الشديد بالسرعة وانا مع حضرتك، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والاخ الذي صفع هذه المرة احنا ادلنا هذه الواقعة، لان احنا قلنا حتى لو ثبتك بابوك وبامك، حتى لو قذفتك، حتى لو ضربتك، حتى لو هي اللي بدأت بالألم، بس ما تمش تصوير ده في البداية، والصفعة اللي انت رديت عليه برضو ده سقف أخلاقنا أعلى من كده، والتحديات اللي بنواجهها أعلى من كده بكتير، وتطلب مننا ضبط مزيد من النفس، وإن شاء الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أستاذ أحمد، سؤالي الأخير، الناس اللي النيابة طلبتهم في هذه القضية، قضية الاعتداء على السيدة والسادة الصحفيين، هل تم تسليمهم للنيابة أم لم يؤذن لهم حتى الآن؟ والله إحنا بس أنا عايز ألفت نظر حضرتك إن قضايا الضبط والإحضار في خناقة ما بين اثنين ده أمر عجيب وغريب، لكن ده بيتم ليه أسلوب قانوني وإجراء قانوني بيتوجه لمكانه، لكن اللي حصل إن سبع أماكن بيذكرنا بممارسات أمن الدولة القديمة، سبع أماكن تم اقتحامها قرب الفجر من بيوت الإخوان المختلفة لنبحث عن واحد تشاجر مع واحد في الشارع، يعني لك أن تتخيل أن لم نجد هذه الهمة في البحث عن لصوص الوطن واللي نهبوه واللي اختلسوا أمواله أو اللي بيظهروا على الفضائيات وعليهم أحكام واجبة التنفيذ. يا سيدي ده احنا كده خلصنا على الداخلية، الناس كلها بتتهم الداخلية بأنها منحازة للإخوان، وأنت دلوقتي بتقول الداخلية بتعمل. لا أنا كلامي واضح، أنا بتكلم عن تصرفات قطاع معين تحرك بشكل مريب وتعدى على بيوت في اوقات حضرتك ترفضها، لان حضرتك لا
تحب ان ينال القصد لا من بيتك ولا من بيت اي حد قريب ليك. كنت تقطع عليهم الطريق والنيابه طلباهم ابعتهم وقدم تجربه للناس كده وقال لهم الاخوان المسلمين لما حد يطلب منهم متهم بيبعتوه مباشره للتحقيق. جميل، حضرتك قلت مربط الفرس لما يطلب. جميل، هو امر ضبط واحضار ده معناه ايه؟ جميل، اين هذا الامر والضبط في الاعلام ولا يصل لبيت المكان ومكان عمله؟ ما هو ده السؤال. ما هو امر ضبط واحضار يا استاذ احمد وحضرتك اللي قلت راحوا سبع اماكن، يبقى طلب من المباحث انها تجيبهم فراحوا بيتهم فبيدوروا على البيوت اللي ممكن يكونوا مختبئين فيها، اختاروا بان هم مطلوبين. استاذ خيري، يعني الا يتطلب يعني محاوله اقتحام سبع بيوت في توقيت واحد وما شاء الله باحتراف عالي جدا ان حضرتك يعني انا ما اعرفش ايه الاقتحام بالظبط، ليس لدي هذه المعلومات ان في حد راح كسر بيوت ودخل بدون اذن نيابه. فاللي انا اقول لو هذا تم مع من مع اي حد في الدنيا مرفوض بدون اذن نيابه. لا بذلك يعني لو هذا تم مع حد يلقبه تايتل ناشط او ثوري او يعني احد من يحصل على هذه الالقاب التي بتدعمه مواطن مصري يا استاذ احمد، اي مواطن مصري، اي مواطن مصري اذا كان خارج اطار القانون فهو مرفوض. بس هو دي ده انا عشان كده بقول لحضرتك هذا الخطاب هو اللي احنا بنقوله ان ما فيش حد فوق القانون. وبالتالي اي شيء اي حد يستدعى الى هذا الامر بوفق الاجراءات القانونيه السليمه بالطبع، لان انا عايز المشهد يكون صحي تماما، انا لا اريد اي لوثه اخلاقيه او لوثه قانونيه في المشهد، انا اريد ان الجميع قيمه الانضباط والعدل هي اللي تسود، صغير كبير وزير غفير ما فيش فرق عندي في هذا الامر، وهكون اول واحد داعم لهذه القضيه. بشكرك جدا استاذ احمد عارف المتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين. في النهايه في شباب واقفين، في ناس جاهزه بكره وفي ناس راحه بكره، وربنا يستر على مصر بكره. سريعا الدكتور احمد البرعي قال الامين العام لجبهه الانقاذ الوطني قال انه هيرفع دعوه قضائيه لاثبات خطا اجراءات اشهار جمعية الإخوان المسلمين. نقيب المحامين أستاذ سامع عاشور قال إن الجمعيات هتتحول لأحزاب لو استمر وضع الإخوان القديم. الأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي قال إنه هينضم لجمعية الإخوان المسلمين. المحررين البرلمانيون قطعوا الرجل الكتكوت الفصيح بمؤتمراته الصحفية واي كلام يتنشر عنه، وانا بتضامن معاهم ولا هجيب سيرته ولا هنشر عنه كلمه ولا هقول عنه حاجه خالص. لما يتعلم يحترم الاعلام ويتعامل معه بما يليق به احنا كمان هنحترمه. الدكتور حسام عيسى رئيس لجنه تيسير اعمال حزب الدستور وهو قيمه كبيره جدا استقال من حزب الدستور، هذا لغم خروج حسام عيسى هذا الفقيه الدستوري والقانوني والقيمه السياسيه الكبيره لما انسحب من الدستور. الرجل كان بيطالب بتغييرات وهيكله للحزب، الدكتور بردع كلمه قال له ارجوك ما تستقلش قعد شويه، لقى شيء ما بيتغيرش، مفيش حاجه بتتغير، فانسحب من حزب الدستور خساره كبيره جدا. بكره في صمت وهدوء نقابه الصيادله عندها انتخابات التجديد النصفي، في منافسات ساخنه، يتنافس 42 صيدلين على 12 مقعدا، ستة منهم مقاعد المستوى العام وست مقاعد ممثلي المناطق، في ثلاث قائم رئيسية، قائمة مدعومة من الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اسمها ائتلاف صيادلة مصر، قائمة مدعومة من عدد من الأحزاب يتقدمهم المصريين الأحرار اسمها الصيادلة المهنيين، قائمة الصيادلة المستقلين هي القائمة الثالثة. المالية قالت إن أول صكوك حكومية في يونيو والأجل الزمني لن يتجاوز 12 سنة كالعادة. طبعا قالوا انه هيطعن عليها بعدم الدستوريه، ما راحتش الازهر، الازهر قالك ما حدش سالنا، ما حدش كلمنا، ومش هنناقشها، وجدول اعمالنا ما لهوش صكوك، فراحوا عملوا صكوك مخالفه للدستور عشان مستعجلين على ايه؟ مين اللي هياخد بنك يا عيني؟ هيبيع الصكوك الايام جايه وهتقروا حاجات كتير. النور نفسه حزب النور قال ان قانون الصكوك مهدد بعدم الدستوريه وطلبوا الرئيس برفضه، بس انا بقول لكم الرئيس مش هيرفضه. الانتخابات في 21 جمعه 34% للاخوان 66% للتيارات المدنيه والمستقلين. حصلت ازمه في جامعه حلوان بين الاخوان ورعايه الشباب، مسؤول رعايه الشباب الدكتور اسامه النمر اعترض على ان في مجموعه طالبات عملوا ورشه عمل بدون تصريح فضوها، راح طلبه وقالوا ان انتوا اعتديتوا عليهم، طلبه من الاخوان وبداوا يعملوا اعتصام
تجاوزوا في حق الدكتور أسامة النمر ثم حاولوا يعتذروا له لما رفض الاعتذار وأصر على إجراء تحقيق، راحوا معتصمين وقال لك احنا نسبق ونعمل أزمة، فتوجد أزمة في شؤون الطلاب. دي الصور الطلاب المعتصمين في جامعة حلوان، هتوصل لحد فين؟ الله أعلم. سيد الحبيب علي الجفري، الشخصية الدينية الأكثر تأثيرا على تويتر. الحبيب علي الجفري على موقع تويتر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نسبة تفاعل متابعيه اللي بيتفاعل معاه 323 ألف. الحبيب علي الجفري مش سايب مساحة، بيتفاعل مع كل القضايا، بيقدم صورة مستنيرة للإسلام الوسطي المعتدل، علشان كده الشباب اللي بيضيق بيه بيروح يتحاور معاه، بيلاقي حد بقلب واسع ومحب. وبمناسبة الحبيب علي الجفري، مصر العالم الإسلامي فقد النهاردة فضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في تفجير وسط دمشق، كان في مسجد الإيمان، تفجير بشع راح عدد من الضحايا. الدكتور سعيد البوطي أصله كردي تركي، هاجر إلى سوريا منذ الصغر، كان عنده 4 سنوات أعتقد سنة 1933 مع والده، ليه 60 مؤلف. هو من دعاة الوسطية، هو اللي وقف في وجه التشدد، أخذ عليه بعد ما يحدث في سوريا أنه هو شايف أن الثورة السورية لا يجب على إدخال المسجد في الدعوة الإسلامية، حرم أيضا قتل المتظاهرين تحت أي ظرف وأي ضغط من الضغوط، زعل منه البعض، لكن الرجل يستند إلى رأي بعض العلماء، كثير من العلماء، في فكرة متى الخروج على الحاكم. لا توجد تجربة حتى الآن تقول أن التجربة أن الخروج على الحاكم نتائجه أفضل من الإبقاء على الحاكم والسعي إلى تغييره بطرق سلمية. فبدت سلمية في الأول ولكنها اتقلبت مهلبية في الآخر. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيوفي الأعزاء، المطربة الجميلة مي فاروق والشاعر الشاب المبدع عبد الله حسن، نلتقي بعد الفاصل. ردا على الهجوم الذي تعرضت إليه وثيقة الأمم المتحدة بشأن منع كافة أشكال العنف ضد المرأة، عقد المجلس القومي للمرأة مؤتمرا صحفيا صباح اليوم لتوضيح ما أحيط بالوثيقة من ادعاءات بمخالفتها للشريعة الإسلامية. الشيخ القرضاوي طلع بيان يوم 28/2، ما كانتش لجنة المرأة بدأت، وبيان الشيخ القرضاوي هو نفس بيان الإخوان المسلمين. لو مسكت كل بند من البنود الـ10 لا أساس لها من الصحة في الوثيقة، يجي بعد كده نقول لا برضو رفضنا. رفضنا يعني إيه؟ يعني أنت بتروج أن الدين الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا عبارة عن استمرار العنف ووأد المرأة؟ أنماط مختلفة للعنف ضد المرأة تعرضت إليها الوثيقة، ورصد كثير منها في المجتمع المصري. كنا حريصين زي باقي 54 دولة إسلامية على ديننا وعلى ثقافتنا وعلى أخلاقنا، ورفضنا هذا ونجحنا. الدول اللي أغنى منا وأقوى منا قبلت وتنازلت، علما أنه موجود في قوانينها. قبل الثورة ما كانش نطاق النشاط السياسي متسع، فكانت هذه الظاهرة في حجمها المحدود. أما وإنه كل النساء بينزلوا، كل النساء بيصوتوا، كل النساء بيشاركوا في الاعتصامات والمظاهرات، فابتدى يمارس عنف غير مسبوق وبغلظة ووحشية غير معروفة، ابتداء من السحل وكشوف العذرية والتعرية، ووصولا بقى للضرب على الوجه والتنكيل بيهم. اللي حصل عند مكتب الإرشاد، يعني الأخ ما شاء الله ربنا مديله صحة كده وعافية، وطول وعرض ويضرب امرأة بهذه الطريقة، يعني ده الحقيقة حاجة مهينة، مهينة لنا للمرأة، ومهينة للرجل المصري، ومهينة للدين. إقصاء المرأة، إيمان فاروق مدير عام الأوقاف اللي تم إقصائها، رجاء اللي تم إقصائها مدير عام في وزارة التموين، إقصاء المرأة من كل المناصب العليا، إقصائها حتى في الانتخابات مش راضيين حتى يطلعوها في الثلث الأولاني كما طلبنا، لأن إحنا المفروض حسب تعدادنا في المجتمع ده إحنا يعني أقل من نصب واحد أو 1.5%، المفروض يبقى تعدادنا في المجتمع حسب في الانتخابات حسب تعدادنا في المجتمع.
من إقصاء سياسي إلى الصفع، هكذا عوقبت المرأة المصرية على مطالبتها بالحقوق المشروعة، واتهم كل من حاول حمايتها. ضربوني. ليظل وضع تشريع يضمن حقوق المرأة بديلاً تلوح به الإدارة السياسية دون إرادة حقيقية في تنفيذه. بس أنت شحاتة ممكن.